خبرنا الثاني والأخير من وزارة قطاع الأعمال اللي أعلنت إن الشركة القومية للأسمنت أكتر شركة في قطاع الأعمال بتخسر خسائر مستمرة بقالها 4 سنين. الوزارة أوضحت إن تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بيزيد بنسبة بتعدي 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة. ده بسبب التكلفة العالية واللي حولت حقوق المساهمين بالشركة بالكامل لقيمة سالبة بلغت 769 مليون جنيه في نهاية يونيو السنة اللي فاتت، وقالت إن الرقم ده مرشح للتضاعف مع نهاية السنة المالية الحالية. وزارة قطاع الأعمال العام بتأكد حرصها على حقوق العاملين بالشركة واللي هيتم مراعاتها فيما يتم اتخاذه من إجراءات صحية جذرية تحافظ على المال العام. الشركة القومية للأسمنت تكبدت خسائر بلغت 1,500,000,000 جنيه خلال 4 سنين من 2013 ل 2017. عندها أجور العمال بس وصل متوسط العامل الواحد 12,000 جنيه شهريا. ده تقريبا ضعف متوسط الأجور مقارنة بباقي شركات قطاع الأعمال. مديونية الشركة لوزارة الكهرباء والبترول وصلت 3.7 مليار جنيه. العوامل دي كلها خلت مجلس إدارة الشركة يتجه لوقف نزيف الخسائر واتخاذ قرار بوقف تشغيل الأفران مع استمرار دفع كامل أجور العاملين الأساسية بالإضافة ل 300% من الأجر الأساسي، ده رغم إيقاف الأفران. الهدف من البيان الإفصاح والشفافية وبرضه تمهيد لقرارات مجلس الإدارة في الفترة القادمة.